سوق قضاء الهارثة شمال البصرة غرق بسبب طفح مياه المجاري والصرف الصحي. ما ستشاهدونه الآن هي منطقة في واحدة من أغنى محافظات العراق، فنشاهد. اخوان السلام عليكم، نحن الآن في ناحية قرمة علي وقضاء قرمة علي، جاي يشوفون السوق. طبعا هذا مال قضاء قرمة علي، شوفوا شلون فايض، شوف العالم شلون تعبر ببلوك، شوفوا العالم ما يقدر تعبر، وهذا تقريبا صار له اكثر من اسبوع. شوفوا هذا السوق كله طبعا فايض، كل السوق من بدايته لنهايته، فالعالم حتى ما تقدر. شوفوا المرة، هاي محافظة البصرة، المحافظة اللي تنتج أكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميا، و85% من موازنة العراقية من البصرة. شوف وضع البصرة، هذا سوق قضاء الهارثة، وهاي القطع اللي مكتوبة، شوف برعاية أسعد العيداني محافظ البصرة، اللي ما قدم لأبناء البصرة أي شيء من محافظة البصرة. شوف المعاناة مالت العالم، شوف هذا السوق كله،